التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد على العباد. توحيد بول деген الله تعالى'nın özün pendelerinden üstünde olan hakkısı. نعم يفرد الله سبحانه وتعالى لابد بأنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. Demek biz sözsüz Allah Teala'nı özünde tanıdık bulgun tevhidin 3 bölümünde tek Allah'ta jalgız kılışız gerek. Rububiyetinde, uluhiyetinde, jana ısım sıfatlarında. نعم والتوحيد الذي كانت الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم والكفار الذين بعث فيهم هو توحيد العبادة حتى تكون العبادة كلها لله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يشرك مع الله أحدا في عبادته في ربوبيته في ألوهيته في أسماء وصفات. Эми пайгамбарлар менен пайгамбарлардын коомунун ортосунда болгон душмандык таукиттин кайсы түрүндө болгон дегенде таукит улухиятында Аллах Таала жалгыз ибадатка татыктуу болгон таукиттин түрүндө болгон. Демек бул деген демек сөзсүз Аллах Тааланы ибадатта жалгыз кылышыбыз керек. Ошондой эле таукиттин ар бир үч түрүндө тең рубиятында дагы улухиятында дагы ысым сыпаттарында Аллахты жалгыз кылышыбыз керек. Наам. مراتب الدين ثلاثة الدين الإسلامي ثلاث مراتب ثلاث درجات إسلام دين بول 3 درجة دان ترات إسلام دين 3 تبكي چوار 3 درجة سوار المرتبة الأولى الإسلام إن برينچ إلديق درجة سي بول إسلام نعم والمرتبة الثانية أعلى من الإسلام الإيمان بندان أيدرك بولغن بندان درجة سي دين بول دين إيمان درجة سي نعم وأعلى منها الإحسان Эми мындан жогорку болгон даражасы бул ихсан даражасы. Нам, المرتبة الأولى الإسلام أركان الإسلام خمسة. Эми эң төмөнкү болгон ислам даражасы бул 5 түркүктөн турат. Нам, شهادة أن لا إله إلا الله. Биринчиси لا إله إلا الله Аллахтан башка сыйынуу татыктуу зат жок деген күбөлүк. وأن محمدا عبده ورسوله. Жана Мухаммад анын элчиси жана кулу деген күбөлүк. شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود لا احد يستحق ان يعبد الا الله سبحانه وتعالى эми لا اله الا الله деген Аллахтан башка сыйынуу татыктуу зат жок дегендин көлүктүн мааниси Аллахтан башка эч кимге ибадат кылбаш керек нам мааниси ушундай ونشهد ان محمد عليه الصلاه والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاه والسلام жана ошондой эле көлүк кылабыз пайгамбар саллаллаху алейхи мухаммад саллаллаху алейхи ал деген биринчиден Аллахтын кулу ага ибадат кылбайбыз жана Аллахтан болгон элчиси аны деген биз жалганчы деп айтпайбыз нам هذا الركن الأول الركن الثاني إقامة الصلاة يعني لابد أن تأتي بالصلاة قائمة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى. بول بلمي برينجي تركوك بونجا سوز ولك يمي إكينجي إكينجي تركوك إسلام دن بول نمازة ترغزو الله تعالى بيزك عندنا يبور عن بوسو أشول أشول جولد أشول ده ولب نمازة ترغزو. نعم ثم إيتاء الزكاة. أنا جينكي نمازة زكاة تبيرو جينكي درجة جينكي تركوك زكاة تبيرو. نعم وصوم رمضان. أشول ده رمضان عند أروزو غرمو. وحج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا. جنا كيمنين ممكن تروح تتكلم بوسو الله تن يونا عاجل قلب كلب. نعم المرتبه الثانيه الايمان، الايمان ست اركان. يمي اسلام دن ايكينشي درجه بول ايمان درجه ايمان دن الت تركو. ان تؤمن بالله. الله ايمان قلت له. وملائكته. عن الفريشتيرنا ايمان قلت له. وكتبه. عن كتبتيرنا. ورسله. عن الالشيرنا. واليوم الاخر. جنا قيامات كننا. ونؤمن بالقضاء والقدر. جنا تقدر غير. نعم. ثم المرتبة الثالثة الإحسان، الإحسان ركن واحد والله أعلم. Demek bundan daha akır kılgın İslam'ın derecesi bu. İhsan Türk, İhsan derecesi bu degen bir ele Türk'ten turat. Allah jakşı bilüçü.